بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، تحية طيبة لكم طلاب الصف السادس الإعدادي طبعا. وموضوع المراجعة المركزة في اليونت الأولى تمارين الحفظيات، وما راح نطول، دائما الفيديوهات تكون قصيرة مركزة، تستفادوا من المعلومة الدقيقة اللي توصلكم للنجاح. احنا عندنا الموضوع الفراغات أو تمرين فراغات، عندنا كلمات ونخليها بالفراغات. Complete each sentence with a word from the box، أكمل كل جملة من الكلمة المناسبة من الصندوق. طبعا هنا عندي الكلمات bleeding، أول واحدة ينزف، والثانية broken مكسور، وعندي الكلمة الثالثة hurts يؤذي، طبعا فعل بس هنا أو يؤلم، وعندي الكلمة الرابعة pain مو بين، بين يعني نقول بين ألا قلم، لما نقول pain ألم، اللفظ كلش مهم. sick يتقيأ، هنا تجي، وسور عندنا تقرح او التهاب تجي، هذا باليونت الاولى طبعا كليه الموجودات افوهن. وعندنا ديزي دوار او دوخه، يعني احنا نقول بالعاميه نكتبها اذا، وسنيز يعطس. اذا هاي الكلمات، وراح ناخذ الجمله الاولى نقراها ونشوف. Have you got a cold؟ يقول عندك برد أو عندك فلاونزا؟ No, I'll always، أنا دائما، أو I always، sorry not all، when I put pepper on my food، عندما أضع الفلفل على الطعام. فإذا عندي كلمة cold وعندي pepper مو paper، paper ورقة، pepper يعني فلفل، فراح يصير عنده سنيز عطاس. إذا راح تسنيز من الكلمات الجوة اللي نفسهن، راحت عندنا سنيز. على الجملة الثانية، he was three times، هو كان ثلاث مرات، the night خلال الليل أو أثناء الليل. I think the food at the restaurant، أنا أعتقد بأن الطعام الذي أكله at the restaurant where he ate، الذي أكله wasn't very fresh، ما كان طازج. فهنا طبعا نجي ناخذ كلمة sick اللي هي تقيؤ، ونزلت أيضا من الكلمات الجوة، قلنا الكلمات جوا. ناخذ الجمله ثلاثة، she cut، انتو تقدر ترجمون ويايا، she cut her hand، هي جرحت يدها مو قطعت طبعا تجي، while she was chopping، انتما كانت تقطع vegetables الخضروات، it was a very deep cut، كان جرحا عميقا، and it was، وكان a lot كثيرا، so he had to go to hospital، لازم تروح المستشفى، and have it stitched، عندنا deep cut شيخ يعني bleeding نزيف طبعا، ونزلت هذه الكلمات ايضا الجوه اذا تشوفوهم. الجمله الرابعه، my back يعني ظهري، يعني اذا عوض فاعل اخلي it. انتبهوا هنا ايضا قواعد اقدر استفيد من عندها، هنا مثلا my back فاعل مفرد يحتاج all the time طول الوقت، يعني جمله مضارع بسيط، it only feels okay when I am lying down، فقط ارتاح عندما استلقي على ظهري. في الفعل لازم ياخذ اس هنا، وكل الكلمات الفوق ما بيها غير بس الهيرتس، هو يؤذي او يلم بها فعل، فصير هنا قواعد وصير معنى، يعني الكلمات البقيه كل اللي تشوفوهن ما بيهن ولا واحده بها اس، فخلينا هنا هيرتس يؤذي او يؤلم. قلت الكلمات الجوا ايضا، دائما نجاوب الامتحان نشطب على كل كلمه جاوبناها حتى ما تضل تربكنا. شي كانت بلاي تنس، هي لا تستطيع ان تلعب تنس، she has ويجي وراها تصريف ثالث، her right arm يعني ذراعها الايمن، فلازم اكو تصريف ثالث. شوف ندور هناك، bleeding مو تصريف، broken تصريف ثالث، hurts مو تصريف ثالث، اخذناها pain sick sore dizzy sneeze، ماكو تصريف ثالث بس البروكن. قواعديا ايضا ترهم ومعنى ترهم، ونخلي broken هنا ونكون جاوبنا. راحت ايضا كلمه، بقت لنا نشوف ايش كم كلمه جوا، ثلاث كلمات وثلاث جمل. I went swimming، ذهبت للسباحه، طبعا هنا swimming مو فعل، هنا اسم فعل يسمونه، ذهبت للسباحه، went هو فعل ماضي، جمله ماضي بسيط، yesterday. And now my eyes، والان عيوني are، ايش بيها لو اسم لو صفه هنا، from the chemical in the pool، المواد الكيميائيه الموجوده بالبول بالمسبح، يعني لازم نشوف هنا هاي المواد الكيميائيه، احنا نخلي دلائل، يعني صار عندها بعيونها أو صار عندي بعيوني، صار عنده سور تقرح، دائما تجي ويا هذه الجملة. إذا كلمة سور هنا خليها بالنقطة الستة،
وبقت لنا كلمتين فقط، فقط كلمتين بقت، pain و dizzy ناخذ الجملة سابعة. where exactly is the، وين بالضبط اللي ال the تاخذ اسم وراها حصرا، يعني تجيكم بالامتحان حتى قواعدين تستفاد. and how long have you had it، وش قد صار لعندك او طول عندك، وين الالم بالضبط. اذا لازم اخلي pain الم، اذا لازم اخلي هاي الجملة اخلي pain، لان قلت لكم بس هنا الاسم يصير اخلي فعل هنا، لان اذا ما تاخذ وراه فعل ولا تاخذ صفة الا اذا كان اسم ورا الفراغ. ايضا القواعد كلش تفيدنا مرات بهاي، واكد عليه دائما، نزلت فيديوهات كثيرة في حل اسئلة وزاريات على هذا الموضوع عدة مرات. القواعد ممكن ايضا نستفاد منها، القواعد اساس اللغة، لا تسمعون الحكي ويقول لك القواعد ما تفيد، لا، حتى اللي متحدث الاصلي يتعلم لغة لازم قواعد يتعلم، لان يبدون الاساس. فاذا اخذ pain، مو بين قلنا ولا بين، pain pain الم، بين قلم، وبين دمبوس، وبان طاوة، في اللفظ هنا كلش مهمة، pain ألم، لأن قال وين بالضبط الألم وش قد صار لا عندك. نجي على النقطة الأخيرة، ضبط لنا كلمة واحدة طبعا. It was a very hot day and she hadn't eaten or drank anything all day. كان اليوم حار وما أكلت ولا شربت أشي طول النهار. That's why she said اللي فجأة went pale شاحبة and felt وشعرت during the lesson، أثناء الدرس شعرت، وقالت ان كلمة واحدة ديزي هي دوار، شعرت بالدوار خلال الدرس. اذا هذا التمرين كلش مهم، هذا دائما يجي من عنده، كلمات مثلا جملة او جملتين بالوزاريات، مرة جابوه كامل بال 2019 اعتقد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس الاعداد، تحية طيبة لكم ولقاء جديد ومتواصل لكم ان شاء الله في موضوع المراجعة المركزة ويم تمارين الحفظيات حاليا. احنا اليونت الاولى راح نخلص اليونت كامل ان شاء الله، اخر التمارين اذا بالبيج 19 صفحه 19 تمرين بي، رايت ذا كوركت ويرز، اكتب الكلمات الصحيحه، وانطيني الجمله الاولى، نيم 3 جوينتس ان ذا ارم، سمي ثلاثه مفاصل جوينتس ان ذا ارم في الذراع، اعطينا الحرف الاول دبليو والحرف الثاني اي، من القصد الكلمه الثانيه اي الحرف الاول منها، والاس من الكلمه رقم ثلاثه الاولى، اذا راح تصير دبليو تبدي رست اللي هو رسل، وعندنا اي البو المرفق، و سي شولدر يعني اس اتش راح يصير شولدر. فاذا ثلاث مفاصل هي هاي، ونروح على النقطه الثانيه نكتبها، اذا ريست البو وشولدر. النقطه الثانيه نيم 3 جوينتس، ايضا سمي ثلاثه مفاصل ان ذا ليج في الساق، اعطينا كي ومنطينا اي، يعني من اول حروف من كلمتين اللي هي ني راح يصير ركبة، وأي أنكل الكاحل. عندنا النقطة ثلاثة نيم 3 2 things، عفوا سمي أشياء اثنين، for covering a cut لتغطية الجرح، PL هي بلاستر، احنا طبعا عندنا نفسها، وباندج بلاستر لاصق، وباندج هو لفاف، احنا نسمي نفس التسمية. نروح على تمرين C، complete the words، اكمل كلمات. number one I feel dizzy، انا اشعر بالدوار، I think انا اعتقد، I am going to انا سوف، if و انت ناطينه بالنص شو يصير، AI فصير faint يغمى عليه، اذا حصير faint يغمى عليه، كمل الحرفين. روح عن الجملة الثانية، I can't swallow لا استطيع الابتلاع، I have a sore عندي تقرح او التهاب، sore throat هنا TH ونكملها ROAT، و and a temperature درجة الحرارة of 39 degrees 39 درجة. جملة ثلاثة you have to take two of these، يجب أن تأخذ هذه اللي هي pills الحبوب 3 times a day ثلاثة أيام ثلاث مرات في اليوم، و the skin number 4 the skin البشرة on my leg على الساق is very dry جافة، so I have to put this cream لازم خلي عليه كريم on فوقها يعني او عليها every day يوميا. الاخيرة تشوفون نسبق الحال قبل ما نقرأ، we often say bless you، احنا دائما نقول يرحمك الله، when somebody عندما شخص ما sneeze يعطس، what we don't say it لكن لا نقولها
if somebody coughs عندما يسعل أو يقح. من يقح ما نقول له، بس لما يعطس. روح على تمرين آخر إذا. روح على تمرين آخر. Find words to the كلمات or phrases العبارات in the text في النص on page 13 كتاب student طبعا في student's books that have a similar meaning تعطي نفس العنوان to these words هذا الكلمات or phrases العبارات الجملة الأولى أو النقطة الأولى surprised مندهش puzzled محتار نفس الشيء. ناخذ الثانية pushing يعني يدفع أو يهزها بقطعة مصطفى معناها shaking معناها shaking. نجي على الثانية without succeed بدون نجاح معناها to no avail بدون فائدة. وعندنا faint يغمى عليه lost consciousness فقدان الوعي. و five dropping يسكب يعني water milk etc إلى آخره. spilling أيضا تجي يسكب أيضا قطعة مصطفى هاي. و the police شرطة و fire department قسم الإطفاء. والأمبولانس كلها نسميها emergency services خدمات طوارئ. نجي على النقطة سبعة. النقطة سبعة إذا يستيقظ regain consciousness يستعيد الوعي أيضا قطعة مصطفى. إذا لهنا انتهت تمارين اليونت الأولى كاملة. ما بقى لنا شيء. الإنشاء هو أصلا موجود عندكم والتدخين ضمن الإنشاءات الموجودة بالقناة. إن شاء الله نلتقيكم فيديوهات أخرى في اليونت الثانية. تحياتي لكم وإلى اللقاء.